نسمع الأعمال الصالحة اللي نسويها في ذو الحجة، إيش الأعمال اللي أقدر أنا أسويها؟ اللي يسويها الصغير والكبير، الغني والفقير، كل إنسان أعمال يومية المفروض إحنا نسويها في يومنا عادة، منها طبعا الصلاة الخمس في وقتها. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: صلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، أمك وأبوك ما تنام إلا هم راضية عنك، وإن كان موتى كذلك تصلهم بالدعاء لهم بظهر الغيب. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذه أعمال صالحة أعظمها الصلاة في وقتها. أنت وين صليت الفجر اليوم؟ صح، تعال، وين صليت الفجر اليوم؟ وأنت متى صليتيها؟ بعد طلوع الشمس. كيف واحد يبدأ يومه والفجر فاتته؟ والله شوف وجوه الناس اللي يصلوا الفجر لما يطلعوا من صلاة الفجر، وأهل الفجر بالذات ما تخاف منها أبدا، وتأمن حتى دائما من أراد السعادة والرزق والتوفيق في كل شيء. يا أخي يكفيك شرف أن الله تعالى يقسم أرزاق أمته في بكورها، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أنت في ذمة الله، لصلى الفجر مع الجماعة للرجال والمرأة في دارها في بيتها في وقت في ذمة الله حتى يمسي. أنت في ذمة الله، أنت مو عندك تأمين شامل ولا عندك يعني جواز بالماسي، أنت في ذمة الله لصلاة الفجر مع الجماعة. صلاتهم في وقتها، بر الوالدين، أمك وأبوك لازم يرضون عنك. والله العظيم ما أفرح إلا لما أتي وأركض وأقبل قدم أمي، قدمها أقبله وأحس بلذة في هذا الشيء، لهذه أمي. حتى خلوا ولدي أنس يركض ونور تركض بنتي عسى ربي يحفظهم، يروحون يبوسون قدم أمي. لازم أنا بر أمي قدام عيالي عشان عيالي يبروني ويبرون حتى يعني أمهم وجدتهم كذلك. أيضا الاجتهاد للذكر المطلق، مثل ذلك التكبيرات، تكبير المطلق والمقيد. المطلق اللي هو الآن في الأيام هذه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي مكان تروح شغل بالتليفون نظام تسجيل هذا الصوت وخلي شغال الله أكبر الله أكبر. حطه في السيارة أيوة إكس، سمع الناس مثل ما يطولون على الموسيقى حدة، أنا شغل تكبيرات، بيقولوا عني مصاحي، هم المصاحين، ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ما عليك منهم. ساعات واحد يستحي، حتى بعض الأمهات الله يجزاها خير وبعض المحلات، يعني بعض الأمهات مع بناته وعيالها مع السائق مشغلة تكبيرات، حط على التكبيرات متميزة. بعض المحلات أسأل أن يوفقهم ويرزقهم رزق الحلال يحيى قيوم في الدنيا الآخرة، تدخل محل تكبيرات الله أكبر الله، هذا شنو الله أكبر. راعي المحل فيه ذرة إيمان، عنده صالون أطفال، عنده محل، عنده جراج مشغل الله أكبر الله أكبر، كل الناس يعلمون أن هذا ورد من الخير أكيد. لماذا؟ لأن كذلك تسعى في هذه الأيام تفريج كربات الناس، تسعى بس ما تكون مغفل ينقص عليك، تسعى بنفسك وتشوفه بعينك. يعني أحد الأخوة الله يجزاه خير ويحفظ ويحفظ الجميع، أعطاني مبلغ يسير للفيصل، أبيك توصل حق بعض الفقراء ومرضى السرطان وغيرهم اللي في المستشفى اللي في مصر، نسيت اسم المستشفى. فتواعدنا مع بعض المتابعين وبعض الأخوة طالعين الآن إن شاء الله تعالى إلى القاهرة، نوصل هذه الأموال له ونسدد ديون له العلاج وغيره. فأمر عظيم أن الواحد يسعى للخير في هذه الأيام العظيمة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. شد حيلك اللي تقدر عليه، لا تقول ما عندي فلوس، ما لي فلوس ولا بشيء. وقتك مع الله تعالى واتصالك مع الله تعالى، السناب وغيره ومتابعة الناس اللي ما لها داعي خلهم. اجتهد في هذه الأيام وأسأل الله تعالى يحفظكم بحفظه، وراح يمكن نغطي بعض الأمور وبعض المناظر الطيبة اللي فيها شيء من الإيمانيات في جولتنا الدعوية والخيرية إن شاء الله تعالى. مسائل مهمة وأسئلة متكررة خاصة في هذه الأيام في ذو الحجة. السؤال الأول: أنا الآن بضحي عني وعن أبوي المتوفى، أضحي واحدة عن الأحياء والأموات. طيب واحد طرى عليه أنه بضحي الآن وكان حالق أمس أو حلق اليوم، ما في حرج، بما أنه طرى عليه أن يضحي الآن يمسك عن شعري وأظفاري، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمس من شعري وأظفاره. كذلك يظن البعض أنه إحرام أن المرأة ما تحط ميك أب، ما تحط كحل، ما تتعطر ببيتها، ما يأتيها زوج، هذا غلط. ما هو إحرام، إنما كأنه يشارك بعض المحرمين أو الحجاج في حجهم، عليهم هم هدي، أنا علي أضحية. طيب واحد يقول: أنا مسافر بصيف برا، بعطي أخوي بوكله أنه يذبح عني أو أعطي جمعية خيرية، ما في حرج، بس أنت تمسك عن شعرك وأظفارك استحبابا. واحد تعمد أن يحلق، قال: أنا بحلق،
سمعت مطاوع ومشايخ يقولون يجوز حلق. حلق تضحيتك صحيحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال بأبي أمي عليه الصلاة والسلام؟ إذا رأى أحدكم من ضحي فليمسن من شعره أظفر.